تحت شعار صحتك تهمنا، بلدية الكويت بدأت تنفيذ حملات تفتيشية استعدادا لشهر رمضان الكريم بهدف مراقبة مراكز بيع وتداول المواد الغذائية. تلفزيون المجلس رافق اليوم فرق تفتيش ورصد نتائج الحملة. يكثر الطلب على المواد الغذائية قبل شهر رمضان، فالكل حريص على شراء المواد الغذائية وتجهيزها لشهر الصوم، ولأن الإقبال شديد على شراء الأطعمة، قامت بلدية الكويت بحملات تفتيشية لرصد المخالفين وتوفير السلامة للمواد التموينية في الأسواق. تكثر المواد الغذائية، تذكر إعادة التعبية، صلاحية المنتج، شروط التخزين، فنحرص على إن شاء الله رمضان تزيد الحملات، نحرص على أن تكون يعني بداية طيبة لصيام مقبول إن شاء الله. أغلقنا أسواق مركزية، أغلقنا بعض أفرع الجمعيات، أغلقنا فرع للتموين، وجدنا شروط التخزين غير متوفرة. أيضا إتلاف المادة الغذائية لابد أن يكون بمحضر، وهذا موجود في لائحة الأغذية. ليش؟ عشان المادة الغذائية ما يستطيع أن يتصرف فيها البائع، لابد أن تتلف بإشراف البلدية. أمور قد يغفل عنها المستهلك وقت الشراء، فمن خلال قيام تلفزيون المجلس بهذه الجولة أردنا أن نبين بعضا من الأمور التي تهم المستهلكين. أنا ودي المواطن بس يشوف تغيير بالسعر، على أساس أن اللحم هو حاط سعر، لا يكلمني في كل مول مركز تجاري مختص بالبلدية، مركز خاص فينا، أولا يتشكى على السعر، ما شاف اللحم وداه البيت طبخه عرض وهو قايل أن أنا طازج، لا يشكى، لا يقول أنا بتهاون عن الموضوع، يكون عنده خلفية أن المواد المتبلة إذا هو شم فيه زنخة إسفارة حس أن هي مو صالحة للاستهلاك. الجزء الثاني اللي هو ما اكيد ما شاري اكثر من جزء، الجزء الثاني يحضرها لي ويعطيني اياها شكوى رسميه، وانا اقوم واباشر الموضوع وان شاء الله يكون هو مرتاح واحنا مرتاحين. حملات تهدف لضمان جوده وسلامه المواد الغذائيه التي تقدم للجمهور، والحد من المخالفات والتصدي لمن تسول لهم انفسهم التلاعب بصحه المستهلكين، وذلك عبر تطبيق لوائح وانظمه البلديه المعول بها. حملات تفتيشية مكثفة من قبل بلدية الكويت للأسواق التموينية لتعزيز صحة الأطعمة وتوفير الغذاء السليم للمستهلكين بشهر رمضان المبارك. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.